السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الكرام. كاين واحد المشكل كيوقع في هاد الماكينة ديال الصابون، هو فاش كيكتب لك نيتواياج فلتر، يعني خصك تنقي الفلتر. الأغلبية ديال الناس ما العيالات ما كيعرفوش هاد الفلتر فين كاين ولا كيفاش يقوموا بالغسل ديالو. فالطريقة سهلة سهلة بزاف، يكفي أنك تنزل تحت الماكينة. ها انا نوريكم فين كاين الفلتر. هنايا غتحلوا هاد البلاصه هادي. تقريبا جميع ماكينات الصابون عندهم نفس الديزاين ديالهم بحال هكا. هاد البلاصه هادي هي كي كتلاحظوا، غادي تفتحوا هاد البلاصه هادي، هي غتفتحها، تقوموا بالفتح ديال هاد الفلتر، غتجبدوه نشهد صافي. كتقوم بعملية ديال التنظيف ديالو، هو عامر كالكار وعامر وسخ. وغتردوا البال لديك البلاصة ضروري تقلبوها بيديكم، لا يكون فيها مجموع شي مسامير ولا شي حاجة تجمعات ديال الصابون، يعني خصك تدخلوا يديكم في هذيك البلاصة وتقلبوا مزيان، لا يكون فيها شي فلتر ولا شي صداف ولا شي خمله ولا شي حاجه. هاد البلاصه هادي، وقلبوا هذيك الفرفاره، ديك الفرفاره خاصها تدور، كيتجمع بعد خطرات داك الزغب ديال الخيوط. ها هي كي كتلاحظوا، تقدروا تجيبوا شي شيته ديال السنان وتوصلوا هاد البلاصه هادي. ها هي تقدروا توصلوهم بالخل، الخل الابيض. الى هي خدمات تبارك الله، ما خدماتش غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى. كاين واحد الانبوب في المؤخره ديال ماكينه الصابون، ماكينه الصابون غادي تنزلوها بحال هكا. كاين هذا الفلتر، هذا غادي تحاولوا تحلوه وغتشوفوا لا فيه شي حاجه اللي حابسه ضروري. شوف غتلقاو عامر، شتي كاين هاد الكره هادي، ولكن الداخل كاين الكركير التسربات. غادي تجبدوه حتى هو، هانتوما شوفوا هاد الوسخ، غادي تبيتوه في الماء والخل، شوية ديال الماء والخل والماء السخون، وتحاولوا تنقيوه مزيان وترجعوه بنفس الكيفيه، ما كيحتاج شي مجهود كبير. وردوا البال بغا ترجعوه باش ما يكونش تسرب ديال المياه. هذه بصفة عامة جميع المراحل اللي كدوز منها تنقية ديال ماكينات الصابون. صافي كتحاولوا تردوا داكشي كي كان وتزيروا داك الانبوب باش ما يكونش شي تسرب ديال المياه. هذه بصفه عامه جميع، هذه هي المرحله اللي كدوز منها هاد النقيه ديال الفلتر. اللي عنده شي تساؤل يصيفطوا لنا في التعليق، وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك باش يوصلكم ديما الجديد، وتفعيل الجرس كما كتعرفوا. كنشكر الناس على التعاليق ديالهم مسبقا وعلى التشجيع ديالهم للقناة. صافي انا كنرجعو هاد الفلتر لبلاصتو، هاد الانبوب لبلاصتو ديالو، هذا هو اللي كيكون مرتبط بالفلتر ديال لتحت. دابا انا كنصور بيد وكنركب، كتجي شويه واعره، هي ملي كتستعمل جوج ديال اليدين راه كيكون ساهل. هاد العملية خص تقوم بها كل شهرين ولا كل شهر حسب الخدمة ديالك في ماكينة الصابون باش ما توقعش في المشاكل.
هاد التنقية ديال الفلتر على الأقل ديرها مرة في شهرين. إلا خليتيها تبقى داكشي تتراكم راه كيولي شوية صعيب. يعني تاني كتعاودو ديرو شوية ديال الخل وتخليوها تخدم، تخليوها تدور شي شوية قبل ما دافي، كدير شوية ديال الخل هنا وتخليوها تخدم عادي، ما ديروش. وهذه حتى هي اصلا خصكم تنقيوها انتما، شو كي دايره. حاولت شي شيفون هكا تمسحوا ديك المناطق اللي كتكون فيها داك الترسبات البقايا ديال المسحوق. خليوها تدور بشويه ديال الماء الخل واحد المده ديال نصف ساعه تقريبا، صافي هي دابا مسح، ما بقاش داك المشكل. من بعد راه ما بقاش المشكل، هي كطفي وتشعل ما كيبقاش داك المشكل. كنشكركم بزاف.